قلي شهد الله انها تحصل مواقف مواقف تجعل الانسان يعرف من رفاقه رفاقه فيه بشر مثل الجبل شامخ وواقف يرزحك يا ذاك لو تخطط ساقه ما يحطك قاع جنبك في الطوارف طوارف ما تغير يوم كسكر مذاقه مذاقه وبه بشر بيصاحبك صحبة سوالف يوم تحتاجه بيتغير نطاقه نطاقه كل ذي وقت الشدايد قال آسف آسف لا يجيني وقت صابت الإعاقة إعاقة كل ما احتاجه بنتي ما نخالف الله يوم ما احتجته نقلدها حذاقة حذاقة ما دريت إني مصاحب لي مكالف همها بس الأناقة والرشاقة.